من أخبار السياحة في هذه النشرة، جديد قافلة بودابوست باماكو التي وصلت الأراضي الموريتانية يوم أمس. فقد رصد فريق من مكتبنا الجهوي بولاية داخلة وادبو نماذج من أنشطة هذه القافلة السياحية على طريق الرابط بين وادبو ونواكشوط، حيث تمكن المشاركون من الاستمتاع بالأجواء الشاطئية التي تتميز بها بلادنا. على ضوء هذه النيران الموقدة يتسامرون، وفوق قاديم هذه الربوع يمرحون، وبجو الأمن والأمان يصلون. إنهم مجموعات من السياح يتجاوزون 400 عددا، دخلوا بلادنا ضمن قافلة بودابست باماكو بحثا عن الراحة والاستجمام. هنا في نواحي بولنوار حطوا الرحال وافترشوا الفضاء الساحلي الصحراوي، وتناولوا قطع اللحم المشوي، واحتسوا كاسات الشاي المعدة على الجمر تحيط بهم الحميمية والمشاعر الدافئة التي تعكس أصالة الموريتانيين، وترحيبهم بالضيف وتفننهم في تقديم القراء، أمور من ضمن أخرى أثارت إعجاب هؤلاء السياح. لا إله إلا الله، أشهد محمد رسول الله. أنا مسلم من هنغاريا، زرت 35 بلدا ولم أجد أحسن مقاما واستقبالا من أهل موريتانيا. إنه بلد رائع وجميل. لقد استمتعت بوجودي في موريتانيا، ضيافة رائعة ومشاعر جياشة وأمن واستقرار. لقد كان وجودنا بموريتانيا مريحا وممتعا. لقد استمتعت بفضاء أول ليلة في موريتانيا. إنه بلد جميل. سعيد بقدومي لهذه الأرض التي توجد بها مناظر خلابة وشعب مضياف، فرحة عارمة تغمرني. أنشطة عديدة تنتعش مع قدوم هؤلاء السياح، حيث تعرف الصناعات التقليدية والخدمات رواجا له انعكاسات على الفاعلين في قطاع السياحة والخدمات الذي بدأت تعود إليه الروح من جديد بفضل جهود السلطات العمومية في توفير السكينة والأمن. نشبه زمينتنا الأمن يجون السواح يشروا الصناعة التقليدية، كيه الأقلاب، كيه الأخوات، كيف الصناديق والتوي البضاعة اللي هي كاملة. أنا كتيان عدل لهم المشوي اللي نديروا لهم في هذا أمبلاج له، ونخليه على النار وعودوا بينهم معاه. فضل لمن به اللي لمن من جهة هذا الرئيس اللي قال محمد عبد العزيز، احنا بشرنا بالأمن وبشرهم به. هذا اللي جاي ضركاتية 150 و30 تيرتال، معناها عنهم حاسين بالأمن عاد خارج وما عندهم أي مشكلة ومرتاحين هم من أنفسهم. بمن الحركاتية 130 كيل من نواديبو ويخزين عندهم هذا الجو وهؤلاء قرايات وهذه الأمور، ومعناها عندنا الحمد لله السياحة تبان بادئة تجي. يمضي يوم وليلة وتنطلق القافلة السياحية بودابست باماكو في رحلة جديدة نحو مناطق أخرى داخل البلاد من أجل اكتشاف المعالم السياحية والتضاريس الصحراوية التي تعكس جمال الطبيعة في بلادنا، التي تشكل اليوم وجهة للسائحين من جميع أصقاع المعمورة.